السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير والنور والسرور مشاهدينا أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج الملعب والذي نطوف من خلاله في جميع الملاعب المحلية وأيضا الخارجية، وكالعادة البداية مع الأخبار المحلية. ضمن منافسات الجولة الأولى من نصف نهائي كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة، حقق فريق المنامة انتصارا مهما على حساب الرفاع ب 105 نقاط مقابل 97 نقطة في اللقاء الذي جمعهما على صالة مدينة خليفة الرياضية، وبهذا الفوز بات فريق المنامة بحاجة إلى فوز آخر لضمان وصوله إلى المباراة النهائية، فيما يحتاج فريق الرفاع إلى فوزين متتاليين لخطف بطاقة التأهل. يذكر أن الجولة الثانية من هذه اللقاءات ستقام يوم الأحد المقبل على نفس الصالة. حامل اللقب النجمة فشل في الحفاظ على درع دوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة بعد خسارته أمام الأهلي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، واستفاد الأهلي من أفضليته بالتقدم في سلسلة مباراة دور نصف النهائي بانتصار دون رد نظرا لتصدره الدور التمهيدي، وبهذه النتيجة يحجز الأهلي مقعده في المباراة النهائية بانتظار تحديد الطرف الآخر من مواجهة المحرق ودار تشليم. الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد عبد الرحمن صادق عسكر بحث ضم عضوية البحرين بالاتحاد العربي للألعاب الإلكترونية تنفيذا لتوصيات المرفوعة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتطوير الرياضات الذهنية. جاء ذلك خلال استقباله الأمين العام للاتحاد العربي للألعاب الإلكترونية هشام الطاهر والوفد المرافق له. منتخبنا الأولمبي لكرة القدم من المقرر أن يشارك في بطولة ودية ستقام بجمهورية أندونيسيا نهاية شهر إبريل القادم إلى جانب المنتخب المستضيف ومنتخبي ماليزيا وكوريا الشمالية، وتأتي هذه المشاركة بهدف الدخول في الأجواء كونها البلد المستضيف لدورة الألعاب الأسيوية والتي سيشارك فيها منتخبنا الأولمبي خلال شهر أغسطس المقبل. والله استعداداتنا يمكن هذه أول مرة اللي نستعد فيها، معناتها كما يلزم، معناتها على الأقل من الفترة بتاع من شهر 9 حتى اليوم، معناتها كانت ديما التجمعات معناتها منقوصة شوية، معناتها من لاعبين مصابين وإلا معناتها في الأندية بتاعهم. هذا أول تجمع معناتها اللي فيه معناتها الحضور كله كامل ومنقوص إلا من ثلاثة لاعبين معناتها اللي هم في المنتخب الأول، وهذا معناتها بالنسبة لنا إحنا مع تشرف المنتخب الأولمبي اللي طاع معناها المنتخب الأول، كما تعرف الناس كل أولوية ديما معناتها المنتخب الأول. في ختام بطولة الشارقة الدولية لألعاب القوى لذوي الإعاقة، حققت مملكة البحرين ذهبيتين جديدتين، الأولى عن طريق اللاعبة ربا العمري التي حصلت على المركز الأول في لعبة رمي القرص، فيما جاءت الذهبية الثانية عن طريق اللاعب أحمد جعفر في لعبة الجلة، لترتفع حصيلة الفريق في البطولة إلى 7 ميداليات ملونة. فتيات فينا خير أقمنا فعالية سباق الجري الخيري رن تو هيل، أجواء الفعالية مع الزميلة نور الذوادي. نظمت فتيات فينا خير
فعالية ران تو هيل يوم السبت الماضي بمنتجع العرين بالصخير بمشاركة أكثر من 400 شخص من مختلف الأعمار. السباق انقسم إلى قسمين، سباق للكبار وقسم آخر يتسابق فيه الصغار، والنهاية كانت بتكريم جميع المشاركين بالميداليات التذكارية. استنسنا ركضنا ويا ناس قدي واستمتعنا ويد، يعني استنسنا من فعالية. شفت ناس قدي تعرفت عليهم، عقب كنت أركض وياهم، عقب مشيت لغاية النهاية تعبت. السباق لم يكن هو الحدث الأبرز فقط، فجميع الأرباح التي تم الحصول عليها في هذا السباق تم تخصيصها لكل المحتاجين للأجهزة الطبية. ومثل هاي الفعالية Run to Heal، إن هي أنت مو بس راح تركضين، أنت راح تركضين وتقدمين علاج حق الأشخاص اللي ذو الدخل المحدود، وحتى توفير أجهزة طبية. فحلو إن الواحد يشارك، حلو إن الواحد ينظم مثل هاي الفعاليات، وخلي المجتمع البحريني يكون من ضمن هاي المسؤولية الاجتماعية. والفكرة إن هي صراحة وايد شملت، يعني عدد كبير انضم حق السباق، شيء وايد حلو إن كل المجتمع البحريني هنية حضر السباق، يا الماراثون شوف يعني خذ فكرة عامة عن هذه يعني هذه الفعالية، وأتمنى يعني إن شاء الله هاي الفعاليات تتكرر في البحرين. لقد قلناها من قبل، الرياضة ليست مجرد نشاط بدني يشارك فيه الرياضيون، بل هناك معان وأهداف سامية أكبر من ذلك بكثير. أشكر جمعية في النخير على تنظيم هالفعالية الطيبة، وحصلت على المركز الأول الحمد لله. أول شيء نحمد الله على نعمة الصحة والعافية، ثم نشكر المنظمين على هالمسابقة الخيرية. نتمنى أن تكون عندك مسابقات وتكون خيرية تفيد غيرنا وتفيدنا إحنا، يعني حق صحتنا. منتخبنا الوطني للهوكي الجليدي يبدأ استعداداته للمشاركات الخارجية القادمة لتمثيل المملكة. تفاصيل أكثر مع بسمة عبدو. قاعد نستعد حق بطولة دبي مفتوحة، بطولة دولية يجونها فرقة من جميع أنحاء العالم، من كندا، سويسرا، روسيا، أمريكا، أفرقة كلهم يعني بروفيشنال. الحين قاعد نستعد إن شاء الله، استعداد على الآيس لخارج الآيس. لازم طبعا هاللعبة تحتاج مجهود بدني عالي، لازم تمارين خارج الثلج وداخل الثلج وتكتيك داخل الثلج. فالحين إن شاء الله قاعدين نستعد سيرات زين إن شاء الله بإذن الله بنحقق المركز الأول. قاعد نستعد يعني نضغط على روحنا وايد. إحنا طبعا سمعنا كلمة سمو الشيخ ناصر عوم الذهب، وإن شاء الله بإذن الله بنحقق الذهب وبنحتفل فيه ونرفع اسم البحرين هالمرة. في تطور في المستوى الحمد لله، يعني في لاعبين ما صار لهم يمكن 6 شهور 7 شهور، في وايد تطور في أدائهم نتيجة استمرارية التمرين وعدم انقطاعهم على التمرين. إن شاء الله قاعدين نعدلها ونسوي اللي علينا. صجنا المكان صغير، بس قد ما نقدر إذا احنا نحب اللعبة وفي قلبنا ما في شيء بوقفنا، والفالنا الذهب إن شاء الله. والله أول شيء الملعب، بما أن ملعب غير قانوني بالمساحة، مساحة والأبعاد، أرضية الصالة ما تساعد حق أن اللاعب يعطي كل اللي عنده.
الصعوبات الثانية الصعوبات اللي هي المالية، هي لعبة مكلفة وايد، تقريبا تكلف في الشخص الواحد 800 ل 1000 دينار للاعب الواحد، والدعم بيكون بما ان الدعم ضعيف فاحنا نواجه هاي الصعوبة. ومن ناحية الدعم المالي ايضا صعوبة في المشاركات الخارجية، بيكون من ناحية رسوم تسجيل بطولات وتذاكر وسكن شوي هاي نواجه هاي الصعوبات. والله احنا نطمح ان نحصل الاعتراف الدولي عشان نقدر نشارك في كاس آسيا، تصفيات كاس العالم مثل باقي الدول اللي حوالينا اللي حصلوا الاعتراف قبلنا. وللحديث أكثر مشاهدينا عن منتخبنا الوطني لرياضة الهوكي الجليدي، ينضم معنا في الاستديو الكابتن سعود راشد مدرب فريق الناشئين والفريق النسائي، وأيضا أحمد جاسم إداري نادي البحرين للهوكي الجليدي. يا أهلا ومرحبا فيك سعود. لو نتكلم في البداية، طبعا مثل ما شفنا في التقرير أن أنتم قاعد تعدون حق بطولة دبي. نعم. استعداداتكم لتمثيل مملكة البحرين في هذه البطولة؟ استعداداتنا جدا متواضعة، بس هذا مو شيء غريب على فريق البحرين انه يعد نفسه باقل الاستعدادات، وشاركنا كذا بطوله من هذا النوع، هذه مو باول مشاركه نشاركها في دبي. فباذن الله في تطوير واضح في الناشئين، حاليا حولنا كذا ناشئ الى الفريق الاول، فنترقب مشاركه مفرحه ان شاء الله حق البحرين. إن شاء الله أكيد أتمنى لكم كل التوفيق من خلال هذه المشاركة وتشريف مملكة البحرين. أحمد، لو نتكلم عن زيارة ودعم الشيخ صقر بن سلمان الخليفة لمنتخب الهوكي أثناء التمرينات. طبعا في البداية تركني أني أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين. أمسي عليك بالنور والسرور. طبعا زيارة الشيخ الدكتور صقر بن سلمان الخليفة رئيس الفخري لنادي البحرين الهوكي الجليد كانت زيارة جدا عطت دافع للاعبين إلى بذل أقوى ما عندهم، وبإذن الله يعني بعد زيارة الشيخ إحنا جدا سعيدين وجدا متفائلين. كلامه القيم اللي عطانا إياه عطانا دافع بأن نحرز الذهب في عامه بإذن الله. أنتم محتاجين مثل هذه الزيارات؟ أكيد طبعا، لأن اللاعب يحتاج إلى معنوية، يشوف يعني أنه فيه اهتمام موحد. يعني الدكتور صقر ما شاء الله متابع لنا بشكل متواصل ويحثنا على أن نبذل أقصى جهودنا، وهو معنا دائماً بكل خطوة. يمكن هو رجل مشغول ورجل عنده التزامات كثيرة، ولكن أول بأول الشيخ صقر معنا ودائماً يشجعنا ويحثنا إلى نبذل أقصى جهودنا. نعم سعود، خلينا نتكلم عن مدى إقبال الشباب البحريني لهذه الرياضة. شو نشوف الشباب البحريني وحبهم لهذه الرياضة؟ هل في قاعدة جماهيرية طبعاً أو قليلة؟ القاعدة الجماهيرية في تزايد حقيقة، شهدنا هالشيء في اليوم الرياضي في 2017، حصلنا إقبال كبير، سجلنا لاعبين ولاعبات كثار، واليوم الرياضي في السنة اللي بعد اللي هو هذه السنة 2018 حصلنا ضعف العدد، ما قد شفنا إقبال بهالصورة. فأكد لك إن في مستقبل مشرق حق هذه الرياضة في البحرين. يعني الأعداد في تزايد قاعد تزيد، قاعد تزيد، إنها هي من أعضاء ومنتسبين طبعاً، لاعبين ولاعبات. شنو الأعمار؟ الفئة العمرية من 6 سنوات نبتدي ولحد 18 سنة، وفي لاعبين ولاعبات أكبر بس حابين يجربون الرياضة أو الهواية. نعم أحمد، لو نتكلم إنها كونك أنت كلاعب أيضاً عن الصعوبات اللي تواجهك أو التحديات في هذه الرياضة. طبعا ممكن تكون أول شيء في ظروف الدعم المادي، لأن اللاعب يحتاج إلى دعم مادي، الدعم النفسي محتاج اللاعب، وأيضا الدعم المادي راح يسخر أشياء كثيرة للاعب. هذه واحد. بداياتي طبعا حصلت بعض الشباب اللي ممكن يكون محبطين، يقول لك أحمد ليش تلعب هذه الرياضة؟ ليش ما تفكر في رياضة أحسن لها شعبية لهذه؟ ولكن أنا الحمد لله أصريت
لان هوايتي من صغري وكنت احبها هاي الرياضه، كنت امارسها يعني بشكل مستمر، فيعني تخطيت هاي العقبات. وممكن يكون يعني ايضا حجم الصاله حجمها جدا ضعيف يعني صغير، فاني نسافر بطولات خارجيه والصالات ما شاء الله كبيره. ففي البحرين نلعب 3-3، لان نسافر بطوله خارجيه نلعب 4-4، يعني التكتيك في الملعب يتغير ويحتاج الفريق الى معسكرات، لان المعسكرات خارج البحرين خارجية 5-5. اي نعم 5-5. اي نعم. البحرين يلعبون 3-3، فهذا ياثر علينا من ناحيه التكتيك. ايضا الفريق يحتاج الى معسكرات يعني، وايضا نتمرن يومين في الاسبوع غير كافي. يعني انت تتمرنون يومين في الاسبوع حاليا؟ فقط يومين في الاسبوع على نفقه اللاعبين نفسهم، يعني انا كلاعب في الفريق الاول انا على نفقتي الخاصه اتمرن. يعني في النهايه رياضه البوكس تحتاج الى دعم. دعم بالمرتبه الاولى، انا اشوف الدعم المادي هو مستقبل هذه الرياضه. نعم سعود، لو نتكلم عن اهميه اقامه البطولات طبعا المحليه في البحرين، او استقطاب البطولات في البحرين ان تقيم البطولات. استقطاب البطولات في البحرين راح ييسر لنا ان نشوف رياضه هوكي الجليد رياضه على مستوى وطني. ونطمح ان ان شاء الله يتبنونها باقي الانديه والتمارس مثل باقي كره القدم. يعني البطولات راح تساهم في انتشار اللعبه طبيعي في البحرين 100% على الاعداد اللي قاعدين نسجلها على مدى السنتين اللي طافوا. طبعا في اقبال 100% على هذه الرياضه وهذا النشاط. نعم احمد، هل في مراكز مخصصه للهواء لرياضه الهوكي؟ طبعا في مملكه البحرين لا يوجد غير صاله واحده، وهي صاله جدا صغيره في مركز ارض المرح وغير قانونيه طبعا. ونتمنى ونطمح بان نلاقي صاله اكبر في الايام القادمه باذن الله. احنا على امل وثقه بان مسؤوليننا اللي نسمعوا هذا الكلام احنا بحاجه الى صالة أكبر عشان الفريق يتمرن بشكل صحيح جميع الفرق. وإحنا واثقين في الشباب البحريني، الشباب البحريني شاب طموح وقادر على تحقيق الذهب كما أطلق عليه سمو الشيخ ناصر بن حامد آل خليفة الله يحفظه ويطول بأمره عام الذهب، وإحنا كلاعبين نطمح لتحقيق الذهب. سعود كلمنا عن البطولات اللي أنت شاركتوا فيها، البطولات وعن الإنجازات اللي حققتوها. البطولات اللي شاركنا فيها ابتدت مشاركاتنا من بداية التسعينات، بس ذيك الأيام ما كنا كنادي مسجل. ففي مدة طويلة زمنية حق مشاركاتنا في منطقة الخليج بين سنة 92 لحد سنة 2008 2009 تسجل النادي بصورة رسمية. نعم. وابتدينا نحصل الدعم. فبديتوا بعدها تشاركون بصورة رسمية. اي نعم. وابرز هذه الانجازات الحقيقة. ابرز الانجازات هو الاول في الديزرت كاب في بطوله قطر. نعم. 2008 هذه ابرز انجاز لنا حققنا في مركز مرتفع اللي هو الاول. يعني انت بالنسبه لك شنو تشوف الصعوبات اللي تواجه لاعب الهوكي؟ لاعب الهوكي اللي هو في عندنا من الفريق الاول لاعبين صعب عليهم انه يوافقون بين مواقيت العمل ومواقيت التمرين. مثل ما تعرف ان الثلج ما يكون متوفر لنا اسهل الاوقات اللي تساعد الجميع ان يكونوا متواجدين، فهذه اصعب شيء توفر المنشاه او توفر الثلج حق اللاعب. نعم، شنو هي طموحاتكم لعام الذهب مثل ما ذكر احمد؟ تحقيق الذهب 100%، بس باذن الله هالمره تركيزنا اكثر على العنصر النسائي في البحرين. فريق ناشئ طموح وان شاء الله بيرفع راسنا. راح ادخل اكثر عن الفريق النسائي، لكن احمد لو نتكلم عن مستقبل هذه الرياضه مثل ما ذكر. أيوة. ان انت تطمحون الى تحقيق المزيد من الانجازات في كلمنا عن استعداداتكم لبطوله دبي القادمه. طبعا استعداداتنا لبطوله دبي، انا بكون صريح، استعداداتنا جدا بسيطه. يومين في الاسبوع ولا يوجد يعني ما عندنا معسكرات، يعني احنا على امل وثقه يعني ان نطلع معسكرات وان شاء الله يعني يوصل صوتنا، لان الفريق بحاجه الى معسكر قبل هذه البطوله. انا اشوف هذه شيء يعني ضروري، وان شاء الله يعني انا على امل وثقه في الشباب الموجودين الفريق الاول، شباب طموحين يعني، وباذن الله راح يؤدون اللي عليهم واكثر، سواء تواجد المعسكرات او ما تواجدت. وايضا زيادة أيام التمارين إلى 4 أيام بدل يومين يعني. نعم سعود،
نتكلم عن الفريق النسائي طبعا شلون جاتكم الفكره شلون بديتوا؟ احنا من زمان حبينا ان نضيف العنصر النسائي في حق رياضه الهوكي في البحرين، بس ركزنا عليها من بعد اليوم الرياضي وحطيناها في أجندة جدول العمل تبع النادي، وعلى حظنا تسجلوا أكثر عدد لاعبات في 2017، فإحنا حين نقدر نقول أن عندنا فريق نسائي خذ له يتدرب سنة كاملة وفي تطور مستمر الحمد لله. زين، أبرز الأسماء الموجودة عندكم كلاعبين في البحرين الآن؟ طبعا أبرز اللاعبين في الكابتن سلمان صليبيخ، ايضا عندنا الحارس عبد الله حسن، ايضا عندنا سامح حجازي، ايضا عندنا يعني لاعبين كثير، يعني اذا بعدهم مخفز على احد، فلاعبين ما شاء الله عليهم قادرين على منافسه في هاي البطولات، واحنا نشوف يعني انه مو صعب علينا. اكيد انتم كنادي هوكي للجليد، شلون العضو الجديد اللي ينضم لكم؟ العضو الجديد ينضم لنا سواء من خلال صفحات السوشيال ميديا او من خلال مراجعته حق الصاله. اغلب اللاعبين واللاعبات اللي سجلوا في نادينا مجرد هاوين تزلج، بس بعدين يشوفون اعلانات النادي، يحتكون باللاعبين واللاعبات الصغار، يشوفون المضاريب، يسالون، فعلى طول احنا نرحب فيهم. يعني في خطه معينه؟ في خطه معينه تمشون عليها. شنو هي الخطة تدريجيا؟ الخطة التدريجية ان نجهز فريق نسائي شامل عشان يمثل مملكة البحرين خلال سنة من الحين. نحتاج طبعا دعم اكثر، بس احنا يعني متفائلين ان هذا الدعم راح نحصل عليه. راح نركز على مشاركتهم اول شيء في المملكة العربية السعودية في صالة في الظهران، وفي افرقة نسائية صغيرة بس طبعا اجانب. نعم. وإن شاء الله العنصر النسائي السعودي ينضم بعد مع الأجانب. إن شاء الله نتمنى ذلك. أحمد، لعبة الهوكي في بعض الأحيان يقول لك تصنف أنها هي لعبة إصابات. بالعكس، مو لعبة إصابات، هي فيها يعني ممكن نقول فيها نوع من الاحتكاك بشكل قوي. أنا أقول عنها لعبة رجال، يعني ففيها اللاعب مجهز بالكامل. إصابات ممكن يعني حاصلة في جميع الرياضات، مو فقط رياضة هوكي الجليد. بس أنت تحتاج إلى بنية قوية وجسم. أكيد طبعاً، تغذية صحيحة، بنية قوية، ممارسة الرياضة، أشياء كثيرة في حاجة لها. يعني تحتاج إلى جدول غذائي. أكيد طبعاً. وتمرين وتغذية معينة. أشياء كثيرة يعني إذا بعددها بانس أشياء كثيرة يعني. أعداد شامل. احنا نعد اللاعبين طبعا ذهنيا، نعلمهم اساسيات التزلج، نعلمهم كيف يولون الستيك، يستخدمون توازنهم. صح لعبه الهوكي لعبه احتكاك، لكن بالتدريب الصح كل لاعب او لاعبه راح يعتمدون على توازن. زين، شلون انتم تهيئون اللاعب؟ نهيئ اللاعب بتكرار التمارين. اول ما اللاعب او اللاعبه يضبطون التوازن نقدر نمشيهم في الخطوه الثانيه. فاحنا دائما نعزل المجموعات بالاخص الصغار، يعني هي في النهايه في مستويات عندكم. طبعا طبعا في مستويات على اساس ان انتوا تقدرون ان توافقون بكل مستوى بروحه. في عندنا مجموعه لاعبين متميزين ومواصلين معانا، وفي مجموعه لاعبين ابدوا التميز خلال ممكن 3 شهور. فالحمد لله البرنامج بصورة متطورة قاعد يمشي بإيجابية. هل اللاعب بسرعة يتأقلم مع اللعبة؟ بحكم أن احنا نستقطب الأعمار الصغيرة وأغلبهم ابتدوا بهواية الآيس سكيتنج، خلال شهر أو شهرين راح تشوف فرق ملحوظ على الثلج. من الأولاد والبنات نفس الشيء. أحمد، أنت كلاعب شنو طموحك في لعبة هوكي الجليد؟ والله طموحي كبير، يعني طموحي اني اشارك في بطولات عالميه، ايضا طموحي بان يكون عندنا بطولات محليه للفريق الاول والفريق الناشئ وفريق النساء. فباذن الله يعني راح ابذل اقصى جهدي لتحقيق هذا الطموح بكل قوه ان شاء الله. هل في عندنا افرقه او مجموعات معينه في مملكه البحرين تشارك في المستقبل في باسم مملكه البحرين؟ يعني مثل ما مجموعات معينه
ولا هم فقط اسماء محدده؟ لا، في اعداد كبيره احنا معانا بعد الاضافه، في اجانب يلعبون معانا من كندا، من سويسرا، من امريكا، ونتمارس وياهم، نحتك معهم. هاي ممكن يشكلون افرقه ايضا. احنا الفريق البحريني ممكن نشكل عده افرقه ايضا. الفريق الناشئ راح يكبر وعدده في تزايد مستمر، وفريق النساء ممكن انه يكون عندنا دوري وطني، فان شاء الله على امل وثقه ان شاء الله. اكيد اتمنى لكم كل التوفيق. كلمه اخيره كابتن شوز. اسمعني، احب اذكر لاعبيني ان احنا ولاعبين ولاعباتي ان احنا دائما وراهم. احب اشكرهم على تطورهم، احب اشكرهم على مثابرتهم معي وصبرهم علي على الثلج. وخلي احمد يكمل. طبعا في البدايه اشكركم على استضافتنا اليوم في هذه البرنامج المميز بالطبع، واللي ينقل جميع الرياضات بمختلف انواعها في مملكه البحرين الحبيبه، وقاعد يعطيها نوع من التميز والاشهار. فشكرا لكم، شكرا لبرنامج الملعب، وايضا اتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى وزاره شؤون الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه البحرينيه على الدعم اللي يعطونا اياه، ونتمنى ان شاء الله يسمعون هاي صوتنا، وان شاء الله ان يزيد هذا الدعم. وايضا اتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى سعاده الدكتور الشيخ صقر بن سلمان ال خليفه، والى رئيس واعضاء مجلس اداره نادي البحرين، والى جميع اللاعبين والمنتسبين. صراحه لهم كل الشكر والتقدير على الجهود اللي قاعدين يمرون فيها والجهود اللي قاعدين يبذلونها، فيستحقون منا كل الشكر والتقدير. شكرا لكم ايضا. شكر لكم، يعطينا لكم كل التوفيق والنجاح ان شاء الله، وان شاء الله ترجعون رافعين اسم مملكه البحرين موفقين ان شاء الله. شكرا لكم. الله يسلمك. رياضة كمال الأجسام هي من الرياضات اللي تتطلب مجهود بدني كبير. التقرير التالي يوضح مدى قوة ودقة هذه الرياضة. رياضة كمال الأجسام هي إحدى الألعاب الرياضية التي تعتمد على مبدأ تضخيم عضلات جسم اللاعب وإبرازها ليتمكن من استعراضها ومقارنتها مع المنافسين له، وهي لا تقتصر على تعزيز صحة المتنافس بل تتعدى ذلك لتظهره بأفضل الأشكال، حيث يرتفع مستوى ثقة اللاعب بمظهره. فقد كانت هذه الرياضة بمثابة تذكرة ذهبية لكثير من الأشخاص نحو النجومية. تتفاوت تسمية هذه الرياضة بين الشعوب، فمنهم من عرفها برياضة الحديد ورياضة المصارعين، ويرجع الفضل إلى المصريين بالدرجة الأولى في تسميتها بكمال الأجسام، حيث ترجموها إلى العربية في الأربعينيات من القرن العشرين، وبدأ الاسم بالانتشار بشكل كبير في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين. من ضمن فعاليات الأولمبيات المدرسي الخامس أقيمت بطولة الهوكي للفتيات الصغار بمدرسة سانت كريستوفر بسار. الأجواء الحماسية سادت على جميع الفرق. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
طبعا مشاهدينا الحديث اكثر عن الاولمبيات مدرسه الخامس يسعدنا بان ينضم معنا الدكتور رامي المرباطي رئيس اللجنه الطبيه بالاولمبيات. يا هلا ومرحبا فيك، مسي عليك بالنور والسرور. مسي عليك بالخير، الله يسلمك، مشكورين على الاستضافه اخي حازم. هذه واجبنا دكتور. في البدايه نتكلم عن الاولمبيات بشكل عام، شلون شفته هالسنه؟ شنو الجديد عن السنه الماضيه؟ طبعا لله الحمد احنا اليوم نصل ان شاء الله لاخر يوم في فعاليات الأولمبياد المدرسي، وبكرة إن شاء الله راح يكون الختام. السنة هذه طبعا الفرق اللي تميز فيه الأولمبياد طبعا العدد المشارك فيه تقريبا أكثر من 3500 طالب وطالبة من مدارس البحرين. عدد الألعاب اللي الفعاليات اللي كانت في الأولمبياد الخامس وصلت لي 20 لعبة، ففي ألعاب إضافية، وطبعاً العدد يعني ولله الحمد إن عدد المدارس وعدد عدد الطلبة المشاركين. المشاركين. نعم دكتور، نتكلم عن الحملة اللي أنتوا قمتوا فيها، حملة لا للمنشطات. نعم كلمنا عنها أكثر. والله أخوي حازم، يعني إحنا طبعاً من استراتيجيات اللجنة الأولمبية البحرينية وأهدافه اللي هو نشر الوعي الطبي ومكافحة المنشطات. البحرين كعضو في اللجنة الدولية وعضو فعال في اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات لها دور اللجنة هذه، مو بس في أخذ العينات وتقديمها ومراسلاتها على اللجنة مكافحة المنشطات الدولية، إنما أيضا لها دور توعوي، وهذه طبعا بتوجيهات مباشرة من سعادة الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية عبد الرحمن عسكر. كان في توجيهات بأن الوعي مو بس حق لاعبين المنتخبات والأندية المشاركة، إنما يبتدي أيضا من سن مبكر من المدارس. فاستغلينا طبعا الحملة هذه، لجنة مكافحة المنشطات عندنا برئاسة الدكتور خالد الشيخ، وطبعا بعضوية الأخصائية زينب أنور وناشيد بدورها في هذه الحملة. 3500 طالب وطالبة عندنا، في بعض الطلبة يمكن أول مرة يسمعون كلمة منشطات، فهي الحملة صارت أنها هي عبارة يعني كتعريف أولي أو بسيط عن المنشطات، وفي نفس الوقت عن أخطارها وعن مساعدة الطلبة أنهم يفهمون أكثر في هذا الموضوع. نعم دكتور، إحنا نتكلم عن أهمية أن أنت توعي الطفل من هذا السن بالمنشطات. بالضبط، وهذه القصد ان احنا المنشطات هذه آفة نكافحها على اساس انه يكون هناك تنافس شريف، بعيد الرياضة جسم سليم عقل سليم، بعيد عن الـ 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 الامراض، وبعيد عن اللي هو تدهور الجسم في حالات مرضية. فهذه الوعي يبتدي كان من المدارس، وهاي كان هدفنا. فمثل ما قلنا حتى في بعض الطلبة اول مرة يسمع منشطات قام يسأل، وممكن انه هو حتى يستفسر اكثر ويتعلم عنها اكثر في سن مبكر. نعم دكتور، ننتقل الى دوركم انتم في اللجنه الطبيه. نعم. دوركم اللي تقومون فيه طبعا في الاولمبياد المدرسي دور كبير امانه، كلمنا عن هذا الدور. الله يسلمك، هذه طبعا واجب اللجنه الاولمبيه دائما حريصه ان جميع الفعاليات اللي تقام سواء تحت مظله اللجنه الاولمبيه او الاتحادات الرياضيه ان تخرج طبعا بسلامه اللاعبين المشاركين، وهذا طبعا هدف الفعاليات. طبعا كانت 20 لعبه متنوعه، كان في تقريبا 4 أو 5 فعاليات في يوم واحد في اماكن مختلفه. التحضير دي بدا مو مع بدايه الفعاليات، كان في تحضير مسبق. طبعا اللجنه كانت برئاسه الاخت فجر جاسم وعضويه طبعا اللجان كلها، كان في تنسيق مسبق يمكن حوالي شهر او شهر ونص من بدء الفعاليات، كان في اجتماعات تنسيقيه. العدد المشارك عدد كبير، السن هذه يحتاج ايضا الى ان وجود اشراف طبي، فصار التنسيق من البدايه. وطبعا اللجنه الطبيه كان عددها 6 اخصائيين واخصائيات من المركز. نعم. يتوزعون على كل الفعاليات، ما في فعاليه تبتدي وتنتهي الا بوجود اخصائي.
الشيء الثاني طبعا وجود الاسعاف، احنا نشكر يعني حتى القطاع الخاص يعني منها مستشفى الشرق الاوسط ومنها مستشفى الرياض البحرين على توفير اسعاف لبعض الفعاليات متواجد اثناء الفعاليات. في نفس الوقت احنا كاخصائيين من الطب الرياضي، مو بس اخصائي، احنا حتى اللجنه الاولمبيه اهلتنا ان احنا نكون مسعفين، يعني عندنا شهادات اسعاف. فاللاعب يعني لا سمح الله في اي اصابه كانت يشوف الاخصائي موجود يتلقى الاسعاف الاولي لو كان في حاجه لنقله في الاسعاف او دي، ولله الحمد اغلب الاصابات كانت اصابه بسيطه يعني. ان شاء الله. شنو نوع الاصابات اللي انت صارت لكم اثناء تاديه عملكم في اللجنه؟ والله اخوي حازم طبعا تعرف احنا يعني الرياضات انواع، في بعض الرياضات تكون شوي الاحتكاك فيها اكثر يعني المباشر او الاصطدامات شوي تكون اكثر فيها، بس لله الحمد ان كل الاصابات، احنا اليوم نهينا اخر يوم في الفعاليه ولله الحمد ان الاصابات كانت اصابات بسيطه، مجرد يمكن حاله حالتين استدعت نقل الاسعاف لمجرد زياره الاطمئنان، يعني اي اصابه صارت تلقت اسعاف اولي على طول في الملعب. وكان في حالتين اللي هو استدعينا الاسعاف كزياره اطمئنان وبعدها رجعوا حتى للملعب وشاركوا زملائهم، فلله الحمد السنه هذه ان ما في اي اصابات. نعم. وهذه يعني اعتقد انه بعد نشيد ب طبعا دور وزاره التربيه ودور ايضا الاتحادات من ناحيه توفير اللي هو مستلزمات الوقايه في كل لعبه. يعني على سبيل المثال احنا اليوم لما نتكلم عن مثلا لعبه الشراع السيلينج، فالاتحادات بصراحه بكل امانه موفرين مثلا اللي هو مستلزمات السلامه، اللايف جاكيت، القارب نفسه في مستلزمات سلامه، وهذا طبعا جزء من الوقايه. نعم. مثلا في لعبه الكارتينج خلينا نقول على سبيل المثال الخوذه، وهذا طبعا كلها مستلزمات سلامه، هذه كوقايه متوفره. نعم. لحمايه. نعم. الطلبه. دكتور يمكن سؤالي ان ابرز الحالات اللي مرت عليكم يجرنا الى سؤال اخر اللي هو اهميه وجود اللجان الطبيه في ميادين الرياضيه عامه. بلا شك اخوي حازم، يعني هذه طبعا صار شيء يعني من قوانين بعض اللعبات انه وجود اللي هو طاقم طبي او اخصائي علاج طبيعي او مسعف في الملعب. اليوم تعامل مع سواء فئات سديه صغيره او كبيره، يعني ممكن يكون في واحد عنده مثلا مرض معين ما كان مثلا يعني مدرك ل ممكن الاصابه تصير في اي وقت في الملعب. احنا اليوم يعني في بعض الفعاليات يعني يمكن كانت من الساعه 8 خلينا نقول للساعه 6 فرضا، يعني مثال في الاولمبياد المدرسي من 8 ل 6 اللي هي فعاليه الكريكت، لعبه ما فيها احتكاك، لكن من 8 ل 6 الاخصائي ما دخل الملعب، 6 الا ربع بالضبط بالتحديد قبل ما تنتهي يمكن بربع ساعه اصطدمت الكره، طبعا كره ثقيله في راس واحد من اللاعبين، وطبعا يعني هذه كدمه، يعني الحمد لله كانت اصابه بسيطه، ولكن شوف اهميه وجوده. شلون وجوده؟ طبعا في نفس الوقت الاخصائي وجوده مو بس تواجده في الملعب، طبعا قبل الفعاليه الى نهايه الفعاليه يكون وجوده ايضا حاضر، يعني حاضر ذهنيا في الملعب وعينه على الفعاليه، فطبعا اكيد انه هو شيء ضروري، ولله الحمد احنا في الاولمبياد المدرسي هذه الكل. هل اصبحت ثقافه اللجان الطبيه في الرياضات موجوده الان عندنا؟ غالبا نعم، نعم، جميع البطولات اللي يعني تقوم فيها اشراف اللجنه الاولمبيه او بالنسبه للبطولات اللي هي حتى المحليه وتنظيم الاتحادات نكون احنا متواجدين فيها، بالاضافه الى بعض الالعاب اللي تحتاج ايضا الى وجود اسعاف متواجد فيها، فلله الحمد الثقافه هذه موجوده في البحرين، موجوده عندنا في من ضمن اهداف اللجنه الاولمبيه البحرينيه والطب الرياضي. يعني بما ان احنا نتكلم عن الاولمبيات المدرسيه، هل في تعاون بين طبعا اللجان الطبيه مع وزاره التربيه، مدرسين الرياضه، هل في دورات معينه يعطونها للمدرسين على اساس يكون عندهم لو لمحه بسيطه عن
اللجان الطبية؟ نعم أكيد في دورات مستمرة لمدرسين التربية الرياضية في الإسعافات، وكثير من المدارس أيضا يطلبون منا اللي هو دورات توعوية مو بس حق المدرسين حتى حق الطلبة، وحتى في مجال المنشطات. يعني في جدول عندنا سنوي ان احنا نزور المدارس ومن ناحيه التوعيه حق حتى عن المنشطات، وبالاضافه الى الاصابات الملاعب وشلون التعامل فيها، لان المدارس حتى تكون فيها حصص تربيه رياضيه وايضا اللاعبين يكونون معرضين يعني حق بعض الاصابات. فاغلب مدرسين التربيه يكونوا ملمين ايضا بالاسعافات الضروريه في الملعب. نعم طبعا، كلمه اخيره دكتور رامي. والله اشكركم على الاستضافه اول شيء، وأشكر جميع العاملين في الأولمبياد المدرسي. بأمانة الكل لجنة كانت متعاونة، الكل كان على تواصل، وإن شاء الله تكون للأفضل إن شاء الله في السنوات القادمة. إن شاء الله أمنياتنا لكم بكل التوفيق إن شاء الله. مشكور. طبعا دكتور رامي المرباطي رئيس اللجنة الطبية بالأولمبياد المدرسي، كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا. مشكور. وأكيد لك تواجد آخر معنا، دائما تكون موجود. شكرا لك دكتور. مشكور. طبعا مشاهدينا، ماذا لو طلب منك حمل شريكة حياتك لمسافة 253 متر كنوع من ممارسة الرياضة؟ حمل شريكة الحياة نتعرف عليه مع ليث عبد العال. ربما لم تسمع عن هذه الرياضة من قبل، لكنها حقيقية. رياضة حمل الزوجات رياضة حقيقية بالفعل، ويعود تاريخها إلى القرن 19 بعدما تم تدشينها في فنلندا. بالطبع لم تكن قوانينها ممتعة كالآن، فالاتحاد الدولي لحمل الزوجات فرض قوانين صارمة على المتسابقين، فعلى الزوج حمل شريكته ثم الجري على هذه الحالة لمسافة 253 مترا، ويتخلل السباق عدة عقبات مما يصعب على المشارك الاستمرار في حمل شريكته إلى خط النهاية، وقد يودي به المطاف إلى غرفة الطوارئ بسبب الحمولة الزائدة. ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم المعاصر يتمتع بشعبية جماهيرية كبيرة حول العالم، لكن تبقى هناك بعض المعلومات الغامضة. عادل حسن وبعض أسرار الأسطورة ميسي. ما يميز الأسطورة ميسي؟ الشعبية الجارفة التي يمتلكها في وطننا العربي، لكن هل يعرف عشاق ميسي كل شيء عنه؟ أم أن هناك بعض الأمور لا زالت غامضة عن الملك ليو؟ هذا ما سوف نعرضه في هذا التقرير. تنحدر عائلة ميسي من أصول إيطالية، فقد هاجر جده أنجيلو عام 1383 إلى الأرجنتين من بلدته أنكونا بحثا عن العمل. عائلة ميسي كانت تعاني من الفقر، فقد كان والده خورخي عاملا بسيطا في أحد المصانع، أما والدته سيليا فقد كانت عاملة نظافة. في عام 2004 تم عرض الجنسية الإسبانية على ميسي ليلتحق بمنتخبها، ولكن رد ميسي كان بسيط جدا، لا، فقد كان حلمه الأكبر أن يلعب بقميص منتخب بلاده ويحقق البطولات هناك، ولكنه لم يكن يعلم أنه سيأتي يوم يقال فيه ميسي لا يحب الأرجنتين. في أحد الأيام ذهب أحد كشافي برشلونة إلى الأرجنتين في محاولة منه لدعم اللامسية بالمزيد من المواهب، فشاهد مباراة كان يشارك ميسي بها، لم يستطع أن يتمالك نفسه، وعلم أنه إذا انتظر ساعة أخرى سيضيع هذا الموهوب، فأخرج منديله من جيبه، وكان منديل طعام لأحد المطاعم، وكتب عليه نصوص العقد وأبرم التعاقد سريعا. واليوم هذا المنديل وضع في برشلونة
أكثر من 250 مليون يورو. لكل شخص في الحياة مثل أعلى يقتدي به، وكان من الطبيعي أن يقتدي ميسي بمارادونا أسطورة الأرجنتين، ولكن هذا الشيء لم يحدث، فميسي كان يتخذ الساحر الأرجنتيني أيمار مثلا أعلى له، وكان يتمنى أن يلعب معه ولو مباراة واحدة، وتحقق حلمه في منتخب الأرجنتين. ومن أكثر اللقطات المؤثرة ذهاب ميسي إلى أيمار بعد مباراة برشلونة وبنفيكا وطلبه لقميصه. تقديرا لإنجازاته الكروية وسحره الذي لا يوصف، قام صانع مجوهرات ياباني بصنع قدم طبق الأصل للقدم اليسرى لميسي، بما في ذلك التجاعيد والأوعية الدموية في باطن القدم، وقد استخدم في صناعتها 25 كيلوغراما من الذهب الخالص، وعرضت للبيع في مزاد مقابل 5 مليون دولار، وعاد ثمنها إلى ضحايا الزلزال. ومع بعض الأسرار الخفية للأسطورة ميسي نكون وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية حلقتنا اليوم. يتجدد إن شاء الله لقاءنا معكم الأسبوع القادم يوم الأحد، وأيضا يتجدد معكم غدا لقاء برنامج في التسعين وأيضا برنامج الصهيد. إلى الأسبوع القادم، نترككم في حفظ الله ورعايته، اصبحوا على خير.